فالموضوع حارق جدا جدا اليوم. جماعة بني خلف التابعة لتراب عمالة المحمدية، اليوم غادي نتكلموا على البناء العشوائي. صوت كاين من نوع آخر، بناء ماشي ديال الناس الضعفاء، ولكن بناء ديال الناس اللي عندها فلوس، عندها مناصب، سميات، اللي كتجي تستثمر في هذه المنطقة رغم أنها منطقة ليست للاستثمار الصناعي، هي منطقة فلاحية. وعليكم السلام، مرحبا خويا. أعزائي المشاهدين، احنا على المباشر من جماعة بني خلف عمالة المحمدية، اللي جينا درنا واحد الدورة هنا، اللي شفنا واحد الظاهرة اللي خطيرة جدا، وهي ظاهرة بناء العشوائي، بناء الهنغارات ديال الناس اللي اسماء وازنة اللي ما غنذكروش الاسم ديالها، ناس اللي كتلعب بالسلطة والمال. هاد الناس كيفاش خدات هاد التراخيص؟ كيفاش بنات؟ شكون اللي عطاها الحق؟ كتبقى علامة استفهام، لأن هذه منطقة فلاحية. ملي رجعنا لتصميم التهيئة ديال الجماعة، كنلقاو أنها منطقة فلاحية وليست منطقة صناعية. هاد الناس جاو داروا هنغارات وداروا بناءات عشوائية. شكون اللي عطاهم هاد الحق؟ شكون اللي متواطئ معاهم؟ القيد فينا هو؟ العامل فينا هو؟ المستشارين ديال هذه المنطقة فينا هما؟ والغريب في الأمر وهو أن ملي رجعنا للناس في 2020 عندهم خرائط جوجل على هذه المنطقة، ما كانوش هاد الهنغارات. في ظرف سنتين وما كاملاش، 2020 حتى 2022، استفحلات ظاهرة بناء الهنغارات بواحد الشكل كبير. ملي رجعنا للخرائط جوجل ديال هذا العام، تفاجئنا المقارنة اللي عطاونا الإخوان. السلام عليكم، مرحبا بك على صوت العدالة، كنشكرك على الشجاعة ديالك لأنك قررتي أنك تكلم معنا ودلي بالدلو ديالك هنايا في هذا الباب ديال البناء العشوائي. عرفنا بنفسك عاد نتكلموا على من احد ساكني جماعه بني خلف، اللي هي جماعه قرويه وعرفت في هاد السنوات الاخيره، هاد العشر سنوات الاخيره، عرفت واحد التفشي كبير ديال المستودعات. الظاهره هذه اللي خلاتنا احنا كابناء المنطقه تجينا غير على المنطقه ونتكلموا على شيء، واش هادشي ما في خبارش الدوله وفي السلطات؟ ما في خبارش بان الناس عندهم الفلوس كيجيو للمناطق الفلاحيه عندنا وكيستثمروا، مناطق نائيه لا مراقبه، كيتهربوا من الضريبه، تهرب ضريبي ماشي في صالح الدوله، وكيجيو كيستثمروا في المنطقه. حنا كيديروا معامل ديالهم، يا الصناعه يا كيجيبوا مواد قابله للاشتعال، مواد خطيره ما غاتقبلش لهم اصلا في الحي الصناعي، كتجي كتخدم عندنا هنا، كيدخلوا رميك شاحنات لا نعلمهم، ما عارفينهمش في عامرين مباشين، شاحنات كبار كيدخلوا، والطريق ما مصوباش كيدخلوا معاها، وما ضربتهمش النفس يصاوبوا الطريق كاع. ما ابناء المنطقه مستافدين، ما الدوله مستافده، ما الجامعه مستافده، شكون المستفيد؟ هما هاد اللوبيات اللي داروا هادشي. شكون اللي كيتكلم مع هاد الناس؟ الناس اللي كيبنيو 50 متر و 60 متر، وواحد كيتهرب ما عندوش مسكين باش يشري بارتمان ب 25 مليون، كاين شي يجي يشري بقعه كيبني بقيعات، هادوك هما اللي كيتحقر عليهم. كيبني بقعه تما فين كيغطيو عليك الاعمال اللي كيديروا هما. وراه صاحبي وراه داك المستودعات بني خلف راه واقع، هذا كنعيشوا مستودعات بني خلف كتبنى في وادي حطناها. انا درت وشفت شي حوايج اللي غريبه. انا ابن المنطقه، وانا ابن المنطقه وشاهد، راه كاين ناس بزاف راه جيت لبني خلف. بني خلف دابا اللي بغى يستثمر وبغى يبني هونغاري ساهل، باش يجي من حي صناعي من هنا يهرب كاع، ما يمشيش حي صناعي، يجي للمنطقه عندنا ويستثمر 20 مليون ولا 30 مليون ولا 40 مليون غيدفعها رشوه وغادي يستثمر. هذا واقع ديالنا كنعيشوا بين خلف، وحنا كندوا بان وزاره الداخليه تحشي التحقيق. واش تواصلتوا مع المستشارين ديالكم، مع الناس اللي كاينين في المنطقه، مع الاعيان، مع السلطه المحليه، تواصلتوا معاهم على هذه الظاهره ولا ما تواصلتوش؟ تواصلوا معنا السلطات على الظاهره، وخارجوا داروا واحد نظره تفقديه،
وخرجوا طائره الدرون وصوروا هذا من بعد شكايه ديال واحد الشخص اللي كانت مجهوله الداخليه تماما داكشي اللي كاين. جاوا داروا لجنه وداروا شافوا بالطياره اللي كتصور بالدرون صوروا المسائل ديالهم والغد رجعوا لدوك الناس اللي كانوا ريبوا لهم شحال هذه وريبوا لهم صافي. هذا هو اللي كاين. الهونغارات ما تقاسوا الهونغارات مستحيل يتقاسوا دوك الناس هذوك الناس راه فايتين السلطه لهي راه لا يمكن شي واحد يتكلم معاهم. وهذا الشيء راه خاص وزاره الداخليه تفتح شي حقائق وتجي لبني خلف ويشوفوا هذه المنطقه اللي نائيه واستفحشلات بهذه المستودعات بزاف. والواقع ديال بني خلف في 10 سنوات الاخيره نوت المنطقه كبرت هنا في 10 سنوات الاخيره هنا لان باش ناخذوا اعزائي المشاهدين راه في الخلفيه ديالنا واحد البناء اللي قالوا لي يلاه دار ما كملش عليه سنتين. هذا البناء هذا ما كمل عليه سنتين راه دار فيلا تما ودار مستودع كيخزن المازوط ولا الله اعلم اش كيخزن تما. وراه ماشي غير هادشي راه الدليل امامكم راه نوريكم انا اكثر من 40 هونغار دابا نوريه لكم ديكم تصوروا داكشي. ولكن شفتي حاجه انا شفتي حاجه ديال لي هونغار ما في صالح المواطن ما في صالح الدوله. وهادشي ديك بني خلف راه عرفت واحد النمو ديموغرافي سريع من حيث عدد السكان في هاد 10 سنوات الاخيره راه وصلت لواحد دابا راه نقول لك واحد 80000 نسمه وزياده في بني خلف وما يزيد. راه ما بقاتش جماعه قرويه ولا جماعه حضاريه. اذا هاد المنطقه حنايا اللي كيبنيو هادو كيستثمروا يمشيو يستثمروا في في في, في حي صناعي في زناته في الويزيه في المحمديه غيقدوش لان الثمن ديال الحي الصناعي ماشي هو الثمن ديال هنا ديال البلاصه الفلاحيه. نعطيك النقاط اللي الامتيازات اللي عندهم. هاربين من الضريبه ما كيخلصوش ضريبه للدوله ياك. هاربين من المراقبه عدم مراقبه الله يعلم كيجيبوا مواد غذائيه يعاودوا لها التيكي يعاودوا لها التاريخ ديالها لاداج. كاين بزاف المسائل المواد قابله للاشتعال خطيره اصلا ما كتخش في الحي الصناعي واخا يكون حي صناعي قانوني ممنوع ديك المواد محظوره عندنا في المغرب وكتصاوب. وهذا الشيء راه بزاف راه خاص السلطات خاص وزاره الداخليه تجي تفتح شي حقائق في هذا الشيء وشوفوا شنو كاين في هذا الشيء. وشكرا اخويا. خليك معنا خويا انت من الساكنه ديال هذه المنطقه وضربك النفس وجيتي باش تكلمت انت شنو اللي داركم في هذا. خويا انا ما نزيدش اكثر من اللي هذا قال تقريبا كل شيء. راه هو المنطقه والعاقل عليه صغير وفاعل جمعاوي. خويا اللي غنقول انا حنا حدانا شي طروه ديال الهونغار كيخدموا اعياد ما حبسوش في الحجر الصحي ما كاينش التباعد في الحجر الصحي كيخدموا واش خدموا 24 ساعه على 24 ساعه. اش كيديروا هادو شنو المواد اللي كيخدموا؟ تخدم في الومنيوم الدخاخن ديالو ليل ونهار. الدراري ولادنا مرضوا كاين اللي مرض بالضيقه كاع ماشي عاب ماشي عاب. ما كاينش مراقبه صحيه على داكشي اللي كاين والو. وزياده على ذلك تخدموا حتى في المناسبات الوطنيه بحال عيد الاستقلال كيخدموا في الاعياد كنخدموا ديما سونزاري 24 ساعة على 24 ساعة. حنا كنشمو الدخاخن ديالهم ما كاينش اللي غيدوي علينا نمرضوا نموتوا فقراء. من كتحملوا المسؤولية في هذا الشيء؟ كنحملوا المسؤولية المسؤولين اللي جاوا عندنا النهار الأول وانتخبنا عليهم. فين هما؟ فين هما؟ ما كيبقاوش كيبانوا أخويا. كيجي قبل الحملة كيدير الحملة غندير لكم غنفعل كذا هادي مورا الحملة الله أعلم. كيمشيو ما كتبقاش تشوف حتى واحد لمن غتشكي معاهم الغدوي. اللهم ان هذا منكر اخويا. هادشي اللي عندي ما نقول اخويا. هادشي اللي قالوا لي من 2020 لدابا تزادوا هونغارات بزاف. وهادشي اللي شفنا في الخرائط ديال الدراري اللي هضروا معنا وحطوا لنا سميتو المقارنه ما بين 2020 ودابا كاين واحد الاستفحال كبير ديال بغينا نعرفوا حنا واش منطقه صناعيه ولا ارض فلاحيه. منطقه فلاحيه ولا منطقه صناعيه؟ كانت منطقه صناعيه يديروا اللي عجبهم ما عندهم حتى حد. ولكن التزموا بلي نورم بحال دابا كتقول كاين اللي كيدير مواد اللي كتخرج الدخان ووليداتكم مرضوا حساسيه. الدراري صغار مرضوا بالحساسيه ما كتواصلوش مع موالين هاد الهونغارات كتقول لهم راه حنا مرضنا راه ما يسمعش لك ما يسمعش لك. جري طوالك ولا ما عرفت ما يسمعش لك ما عرفت. شوف بمن كيتعناو. حنا كنتعناو بالله سبحانه وتعالى وبسيدنا الله ينصرو. هادشي اللي كاين. شوفوا ما شكون اللي واقف معاهم ولا شكون اللي حنا عندنا الله وسيدنا الله ينصرو. خاتمة الكلام هو ان كاين الله سبحانه وتعالى هو الاول كاين سيدنا. سيدنا علاش المواطن المغربي غيبقى
في كل لحظة. نضحيو على قبل هاد البلاد، هادي أرضنا المغرب، المغرب نضحيو على قبلو، نموتو، بغاوني أنا موجود، أنا كنبان في الصورة، باش ما بغاوني حرب ضد البوليزاريو نمشي، بلادي هادي كنغير عليها، جدي جدي كان مقاوم. تحية ليك. علاش هاد المواطن فين ما ينوض غادي يقول سيدنا؟ علاش؟ وسيدنا داير مسؤولين، حاط مسؤولين اللي نورمالمون راه الثقه ديال صاحب الجلاله تحطات في هاد المسؤولين، منهم العمال، راه كيتعينوا بظاهر شريف اسم صاحب الجلاله، ولكن ملي كتلقى هاد الناس ما خدامينش، والمواطن ملي كينوض كيلتجئ الملد الوحيد ديالو هو النداء لسيدنا، هاد الناس ديما كيتسناو تيدخل سيدنا على الخط، تيدخل صاحب الجلاله. راه قالها في مناسبات عديده، راه بالمفهوم الدارجي ديالنا، اللي بغى يخدم مرحبا، اللي ما بغاش يحط السوار يمشي في حاله، راه قالها شرح ملح. ولكن اش خلا هاد السيد هذا؟ واش عندهم الوجه باش يحشمو؟ واش هاد المسؤولين ما بغاش يفيق الضمير ديالهم؟ ما غنجيوش نفيقوا واحد النهار ونقولوا كاينه واحد الحمله من واحد المسؤول كيخاف الله وكيرضي الضمير ديالو وغادي يدير خدمته كما يجب. واش هاد الهنغارات ماشي مسؤوليه ديال رجال الداخليه؟ مسؤوليه ديال القيد، ديال المقدم، مسؤولية ديال الدياجي، مسؤولية ديال العامل، راه المسؤول الأول هنا هو العامل ديال المحمدية، راه حتى شي واحد ما مسؤول معاه، راه التراخيص اللي خصها تعطى من العمالة. غادي ناخذ واحد الأخ حتى هو من الساكنة ديال الدوار، ننتظروا المستشار إلى جاء بإذن الله. فالمستشار تكلم معنا وقال لنا ان شاء الله غيحاول انه يوصل عندنا في الوقت، نتمنى يوصل عندنا في الوقت. اخي مرحبا، واش انت من الساكنه ديال المنطقه؟ من ساكنه بني خلف، عامله المحمديه. انت دوزي دابا على هذا الشيء، هذا حنا غنمشي معك بعيد. مرحبا. هاد المصانع اللي هما سريه هنا، شوفوا عدد البطاله ديال المواطنين اللي في بني خلف اللي كيقطنوا في بني خلف بالضبط، كثروا بزاف البيطات، ما كيخدموش فيهم، ما كيخدموش فيهم. ومنين كيجيبوا الخدام؟ كيجيبوا من برا، كيجيبوا خدامه ديالهم، كاين اللي كيجيب خدامه من الشلوح، كلهم منين كيجيب خدامه. نعطيك مثال بسيط، مؤخرا دارت الدرون ديال القياده، هاد الدرون داز هادي 10 ايام ولا 8 ايام، خداو واحد الخلاصه ديال الهنغارات. فين هو التنفيذ ديال هاد الهنغارات او فتح تحقيق مع هاد الناس؟ احنا دابا حنا كنهضروا على الواقع ملموس، ياك الدرون بالشهاده ديال الناس المسؤولين هنا في بني خلف بقياده بني خلف، درتي الدرون شفتي المنطقه كيفاش كانت من قبل وشفتيها دابا كي ولات، ولكن اشنو نفذتي؟ شنو التنفيذ ديالك؟ شنو هاد الخلاصه اللي خديتي من هاد الهنغارات هادو اللي درتي انت اصلا، اللي هو بسبب ديال القياده رخصه ديال فلاحه واخده واحد على اساس انه عنده مصنع في بلاصه رخصه الفلاحه. كاين هنا مصانع كيعاودوا الزيت مهروقه، تنديكم تشوفوهم بعينيكم. كاين مصانع اللي كيجيبوا شي مواد لا يعلم الا الله ولا كيعلم بها شناهي، حنا ما غندوش على دخل في الرموكات وتخرج في الرموكات ماشيه. كاين اللي كتدخل في معرض الله وعلم كله وشنو هو كيدير. كاين المعامل هنا جاو يحقوا مع موالهم، خاص كلشي. راه كاين المعامل هنا كتصاوب البلاستيك وكيخدموا بالليل وبالنهار، وهاد المنطقه راه هاشه ما فيه الكفايه، ما مخدمين ولاد المنطقه. شوفوا البطاله شحال ديال بني خلفه، ديروا تحقيق، شوفوا القهاوي ديال عباد الله، شوفوا الزناقي، شوفوا الناس اشنو اللي كيدمرها. كيفاش يا عباد الله هاد الناس ديال بني خلف كيفاش كيلتجؤوا للمخدرات ويلتجؤوا بزاف ديال الحوايج ديال الادمان؟ علاش ما كاينش خدمه في بني خلف؟ بني خلف فيها فوق من قديم، فيها شحال من هونكار، تحسب راه فيها فوق من 200 و 300 هونكار، وتا واحد من البطاله خدامين ولا الشعب. ولكن في هاد العامين استفحلات ظاهرات الهونكارات بزاف. هاد العامين هادي جيت ندير لك دابا دوره في بني خلف، غنلقاو فوق واحد 50 هونكار ولا 49 هونكار كاينه في هاد العامين الاخرى. حنا ما غندوش على الهونكارات
من قبل ما يجي هذا القائد اللي كاين دابا في القياده غندوي على الهنكرات اللي جا من اللي جا هو لدابا. راه كاينه واحد الاموال طار. لا لا واحد المساله في القانون ديال الداخليه ما كيعفيش ان كاع الهنكرات اللي ما عندهمش تراخيص ان عنده حق انهم يريبوهم واخا تكون قديمه ما عندهاش ترخيص تريب. وهو ما كيدورش عليهم بعدا كيدير حتى المراقبه ديالهم ما تيدورش. واش حنا غادي بعد عون سلطه؟ هو كيستعان بعون سلطه. عون سلطه يقدر يضرك على واحد بغى يبني دار يقدر نقولوا هذا ولكن عون سلطه غيضرك على هونكار في 1000 متر ولا في 800 متر ولا في 900 متر. الدليل على هذا الشيء شوفوا لوزينات راه كاين معمل هنا ديال لوزين ديال الالومنيوم كيخدم ليل ونهار بقرب الساكنه. هاد الناس هادو ما كيضروش لا طريق مقوده لا مدارس في القرب. هو ان بعض الهونكارات ما تيعرفهمش كيديروا. وهاد الهونكارات ونقدروا نديروا علامه استفهام انهم كيديروا بزاف الحوايج محظوره كاع وحوايج محظوره ربما تقدروا يديروهم هاد ربما كما قال واحد الاخ فيهم ربما كتعاود التيكي ديال بعض المواد الغذائيه وكاين هاد الشيء راه كاين مؤخرا الدرك الملكي ضبطوا كميه ديال الميكا ديال البلاستيك ما يزيد على طول شي حاجه ديال اللي ضبطاش الدرك الملكي. حنا كنشكروا هاد الدرك الملكي على المجهودات اللي تيقوموا بها على جماعه بني خلف ولكن الدرك الملكي راه ما يمكنش يديروا كل شيء. ما عندهمش السلطه انهم يجيو يريبوا ولا هذه السلطه ديال السلطه القياده ديال القياده وديال العماله. كنطلبوا من سيد عامل عماله محمديه تابع اللي جاب على جماعه بني خلف تا هو اللي هو كيمثل صاحب الجلاله هنا كيمثل سيدنا الله ينصرو يدير تا هو الدور ديالو. راه هادشي راه ولا مشهور على السعيد الوطني وربما راه كاين بعض الصحافه اللي كتبوا على السعيد العالمي بان بني خلف راه كتعيش واحد انتشار اللي هو خيالي ديال الهنكارات. وربما راه كاينين مناطق اخرى مخزونين فيها هنكارات كتدخل كتلقى دار كتلقى وراها هنكار قد الخلق ما عرفتش الله اعلم. كاينين هنا وجينات اللي الله اعلم راه كاينين المواد اللي هي خطيره كتدخل الهنكارات. انا كنطلبوا من العميل عماله محمديه يفتح تحقيق وكنطلبوا من المسؤولين ديال الداخليه تا هما يفتحوا تحقيق وكنطلبوا من جلاله الملك يتدخل في هذا الامر هذا. انا من هنا غادي نحيي واحد العامل ديال مديونه الشقاف اللي مؤخرا دار واحد الحمله على الهنكارات الغير قانونيه في مديونه. انا اوجه له التحيه من هذا المنبر. اخي الله يخليك واحد الكلمه هاد المساله اللي شرتي لها انت هذيك السياسه ديال المديونه راه من المديونه تحولت عندنا هنا وراه المسؤولين اللي كيديروا هادشي راه كانوا ديجا عندهم علم بالمديونه. وانت كيما شكرتي العامل من اللي جا تعين في منطقه مديونه راه ما خلاش داكشي باش يركب عليه هو ركب على داكشي دار خدمته. هذه تحسب له دار خدمته هاد السيد تحسب له. المنبر ديال كثره العداله كنشكروا هذاك عامل منطقه مديونه على المجهودات الجباره اللي قام بها. هو راه اللي كنطلب من هنا هذاك العامل السابق خاصه هو يتفتح مع حقه وتحقيق باش يعرفوا ذوك الهنكارات علاش يتبناو. الجماعه ما كتستافدش منهم، الدوله ما كتستافدش من الضرائب، ولاد الشعب ما تيخدموش في المنطقه. هذا الشيء بزاف ما خدمتش ولاد الشعب، ما عطيتش للدوله القانون ديالها، ما عطيتش للجماعه القانون ديالها، ودرويش يبني دار تريبوها ليه. ولا حيت ما عندوش مسكين ب 25 مليون باش يمشي يشري بارت في السكن الاقتصادي. راه الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه هي علامه استفهام، كنحقروا على الضعيف ونخليوا القوي. علاش؟ واش ما نقدوش عليه ولا مخلصنا مزيان؟ علامه استفهام. الا كان ما مخلصناش سنطبقوا عليه القانون بحالو بحال المواطن العادي. اعزائي المشاهدين كاينه خروقات استاذ كاينه خروقات. دابا حاليا الا بغيتي تصاوب شهاده تسكنها في القياده كيقول لك سير جيب لي ورقه ديال الماء والضو. ورقه ديال الماء والضو كيفرض عليك الضو بالضبط. علاش كيفرض عليك الضو بالضبط؟ ولا حيت ليديك مدوره معاهم؟ انا مواطن ما عنديش باش ندخل المكانه ديال الضو خارج لي خطيه فيها مليون باش غنجيب لك انا هاد المليون وانا ما خدامش. انا دابا كنهضر معاك عندي ثلاثه ديبلومات ونوريهم لك ثلاثه ديبلومات عندي ومتشرد عندي الجولات فين هي الخدمه باش غنخلص حتى ديك الخطيه ديالك. وملي بغي نصوب انا شي ورقه في القياده قلت لي جيب لي اوراق ديال الماء والضو. انت اش من علاقه عندك بالماء والضو؟ انت عندك علاقه باش تقلب على الهنكارات شنو تيديروا فيهم الناس؟ ماشي كتشدوا الفلوس الصحيحه اموال طائله ويبان لكم واحد فقير بحال تفرضوا عليه خطيه.
طبق عليك القانون. طبق عليا القانون حتى انا درويش وما فعاليش. طبقش عليا القانون، طبق القانون على الناس اللي عاطين الملايين صحاح باش يديروا هونكارات هنا سريه. تفضل اخويا. احنا الناس ساكنه الحي اللي تنتواجد فيه انا، راه كما قلت لك الدخاخن 24 ساعه على 24 ساعه، الدراري راه كيخرجوا يلعبوا، راه كيبداو يريسبيريو، راه ما عارفينش يقدر الله اعلم ربي سبحانه وتعالى ولي عين. والمساله الثانيه اللي بغيت نشير ليها، ما كنعسوش الصداع ديال المعامل، الكاميونات والرموكات امتى تيبداو يجيو؟ راه حتى المورا 12 الليل وكتبدا تسمع في لي باري، هذوك الباري تيتخباط با هبط البوكلان. او حنا فين ولينا اخويا؟ راه حي، راه الناس راه باغيين باغا ترتاح. هنا ما بقاتش مساله ديال بناء الهونغارات وصافي، ولا حتى ازعاج الساكنه، حتى 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 ضرب حقوق الساكنه في الزيرو. اعزائي المشاهدين، ربما الصوره وضحت هذا الفيديو. كنتمنى اننا نكون وصلنا لكم شويه من المعاناه الكثيره ديال ساكنه بني خلف. مازال غنرجعوا في ريبورتاجات اخرى، ريبورتاجات حارقه اللي غتنوض العجاج كما كيقولوا. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا عبد الخالق. الى اللقاء.